هبدأ حديثي مع دكتور جمال. دكتور جمال، من خلال مسيرة حضرتك في التاريخ أكيد شايف مصر قدرت أنها تكون ليها بصمتها المتفردة في قوتها الناعمة. الكلام ده ممكن نرصده إزاي في خطوات تاريخية مصر حققتها من خلال الفن؟ تمام. يعني عبر تاريخنا الطويل وقبل آلاف السنين من ظهور المصطلح، مصطلح اللي ساكو جوزيف ناي اللي هو العميد في جامعة هارفارد، احنا لعبنا هذا الدور. احنا كان لينا دور وعلمنا الدنيا كلها يعني ايه قوة ناعمة. وبالتالي الفنون المصرية، الفنون والآداب والعلوم وكل عناصر القوة الناعمة، الشعر والقصة والرواية إلى آخر ده، كل ده احنا نقلناه وعلمناه للعالم منذ فجر التاريخ، يعني منذ بداية التاريخ. النقوش اللي على المعابد بتشير إلى إسهام مصر ودورها وتأثيرها في المحيط الإقليمي وتأثيرها في العالم كله. لذلك هم يعني أطلقوا عليها فجر الضمير الإنساني، القيم والعادات والتقاليد والأعراف والثقافة بالمعنى كيف كان يعيش المصري القديم. الثقافة بهذا المعنى نقلت عبر الحدود الجغرافية، وما كانش فيه بقى لا انترنت ولا أي وسائل اتصال، نقلت إلى الإقليم، إلى دول الإقليم. ولذلك احنا يعني تأثير مصر بقوتها الناعمة، كان في قوة خشنة، وأيوة احنا أول ناس برضو عملوا معاهدة سلام، معاهدة قادش، واحنا دخلنا حروب قديمة نتيجة لموقعنا الجغرافي وأهميتنا الاستراتيجية. ومع ذلك كان الفن بصوره المختلفة، وأعتقد التعريف الدقيق لكلمة حضارة إن هي الأساس المادي. الأساس المادي احنا تركين أساس مادي متعدد، احنا عندنا أكثر من ثلث الآثار في العالم. ده كله ترك بصماته وخلى مصر في الفترات الحديثة والمعاصرة هاضمة للثقافات، هي التي تؤثر في الثقافات بقوتها الناعمة. وطبعا عندنا أمثلة كثيرة أو ممكن نحكي عنها بعد كده، لكن هي المؤثرة، هي ممكن تتأثر ولكن تأخذ هذا الأثر وتهضمه بمعدة هاضمة للثقافات الخارجية ويخرج بعد كده بشكل إيه، بشكل مصر. صور كثيرة جدا ممكن نتكلم عنها في تاريخنا القديم وكذلك في التاريخ الوسيط بشقي، سواء التاريخ القبطي أو التاريخ الإسلامي، لينا مؤثرة، لينا تأثير عظيم جدا على الإقليم وعلى العالم كله، ليس فقط باستخدام القوة الخشنة لما يلزم الأمر، وهنا يلعب الجيش المصري وتلعب الشرطة المصرية دورها، أو بالتأثير القوة الناعمة. وبالمناسبة يعني بعض الفنانين من أصدقائنا يقول لك لا أنا ما مش مقتنع بتعبير القوة الناعمة، ده إحنا ممكن فيلم أو رواية أو مطرب بأغنية يكون أكثر خشونة في التأثير في الآخر وتطويعه لثقافتنا. بس مش ماسك سلاح، ما هو مش ماسك سلاح عشان كده هي ناعمة.